ناس في ناس داخلها وكل وجه عنده تمام. مرحبا بكم في سلطة عن بلان، حلقة جديدة من برنامجكم بلاك اند وايت، البرنامج الأميز الأشهر الأجمل الأكبر الذي لا يضيع أي شيء من اليمين والشمال الأفخر، البرنامج الألز ألز فالألز. نعم ايش شفت هالنام. كنا لسه بنتناقش ذهنيا انا والاخ شاجي ان احنا نجيبه شخص تالي وبحثات كده فيما قبل التصوير يعني في الميكنج ما بتطلعش، ما نعرضها لكم على العلن كده يا جماعه. صحيح. يبقى دادي وشاجي وفادي. لا دادي وشاجي والضيف، ما احنا كل مره نجيب واحد شكل حلوه كل مره نجيب واحد شكل. صح. وطبعا من قوانين البرنامج اللذيذ ان اي بني ادم يخش البرنامج هنا لازم يلبس ماسك عشان بس ما حدش يفكر بس ان هو كده. لا مفيش، وهيتكتب عليه صلاة امانه ان هو ما يقولش على اي اخبار. ده حقيقي، ده حقيقي، اتكلمنا في دي برضو. ده حقيقي. لا قبل ما يجي يخش يتصور لازم يمد وصل امانه ان عدم افشاء السر لاي بني ادم اي كان. احنا في واحد اصلا يعني نفسه يطلع معانا، تمام؟ ده حقيقي، بس احنا قلقين منه، احنا مقلقين منه شويه. ده حقيقي، شخص عشوائي يستخدمها ضدنا. ايوه تمام. ايوه، بس المشكله ان احنا يوم ما فكرنا هو اول واحد جه في دماغنا. يعني لو انتوا شايفين ان احنا في الهلس ليفل فده شخص يعني احنا نخاف عليكم منه. ده حقيقي. نخاف عليه منكم. يعني حرفيا. لا ايه ده، لا العكس، نخاف عليه منكم. في حاله خوف عليكم منه. بص، هو انت مادام قلت الفكره فمش هتحصل، هي كانت ممكن تحصل لو ما كناش قلنا الفكره. يبقى الحمد لله ان انا قلتها. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. صديقي وزميلي، قول لي، احب اسالك سؤال. معنا النهارده خشاجي، معنا كتيبه. كتيبه؟ ده كتيبه بقى. معنا ناس اللي اول مره نسمعها. كل دي كتيبه. تمام. عادل الميلودي، فيت هشام فتوشي، والتراك اسمه الغربان. الغربان. وده عشان تبقى عارف اكسكلوسيف ميوزك فيديو كليب. ده حقيقي، طالما اثبتوا لنا ان هو اكسكلوسيف ميوزك فيديو كليب ايزن ديون، احنا بين نارين. اها تمام. التايتل كبير جدا، وطبعا احنا عارفين المبدا ده. ده حقيقي، مش عارفين الموضوع فيه ايه. والتراك اول مره نسمعه، والفيديو اول مره نشوفه، والناس اول مره نسمعه. ده اول حاجه في اي حاجه، في كل حاجه. تمام. بالظبط. يعني الغربال ده اللي هو زي عندنا اللي هو اللي بيغربلوا بيه الدقيق. بالظبط. بس عندنا برضه كلمه الغربال دي اللي هو يعني ايه، زي العاصفه كده يعني. الغربال والله يا زميلي، هو الغربال لما بتتقال دايما، خاصة لما تكون في اغنية، بتبقى دايما في المضمون الكلمة نفسها. يعني غربال الفلترة. ايوه انت فاهم، بيفلتروا. أيوه. فهو ممكن يكون تقريبا في غدر صحابة ولا غدر مين مش عارفة دلوقتي في عملية فلترة. لمين هنعرف؟ زي الاغنية اللي كنت لسه بسمعها لك من شوية، قمت من نومي رن تليفوني. ده كنت لسه مشغلينها، افتكرتني ولا نسيوني. رن ورا رن عمال استنى وما رد عليا بدوني. فيها مزمور. حتة اغنية معلقة معاك عليها بنت. فيها غدر الصحاب الصراحة. ندخل في التفاصيل. نخش يا باشا في التفاصيل. قبل ما ندخل في التفاصيل، اتمنى منكم تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس على الانستجرام وتروحوا على الفيسبوك وتروحوا على التيك توك، وما تنسوش قناة دادي وشاجي بالعربي. بس كده. والان يا استاذ الجماهير، موعد الدخول في اول التفاصيل. يلا بينا على الخط. اسمع هادي، اسمع عمر الهيبه، ما تجيب المال بصح تجيب. ده شكله شعبي من نوع خاص. صح، ده شكله شعبي من الحته اللي هي كده، اللي هي في الشرق. الشمال الشرقي. لا، الجنوب الغربي. الشمال الغربي قصدك بقى. ما هو غربهم شرقنا. هم الشرق عندهم كده والغرب عندهم كده برضو. ايوه، شرقهم غربنا وغربنا شرقهم. انا مالي ومالنا، احنا ايه دخلنا في الموضوع؟ انت يعني مدينة ايه يعني اللي هي فيها الرجادة؟ وجدة. وجدة في حتة، في حاجة حتة كمان هي المنطقة بتاعت وجدة يعني. الشمال الشرقي ده غربي. وايه يا ابني غربي ازاي؟ ايوه يا ابني والله غربي. وش ده في غرب على حدود الجزائر يا ابني كده. ايوه، ما هو ده يبقى كده شمال شرق كده. شمال الشرق، الشرق ده كده. الشرق ده في المغرب المحيط. ما هو انت بعيد الاطلسي، انت الخريطه بتاعت المغرب اهي. تمام، حلو. هي مطوله كده. ايوه تمام بالظبط. شمال شرقي، شمال غربي. وجنوب شرقي، جنوب غربي. انا بتكلم بالنسبه للمغرب. انت قلت ايه بقى؟ ايه
انت قلت شمال ايه؟ انا قلت شمال شرقي كده. انت قلت شمال شرقي؟ اه. انت قلت شمال غربي؟ قلت شمال شرقي في الاول خالص. قلت شمال شرقي؟ قلت الشمال الشرقي. انت قلت شمال غربي. والله العظيم قلت ريبيت بجد والله. شمال غربي شمال شرقي دي بداية موافقة. بس انا بص في الاخر يعني وعلى اي انا جايبه كان هينام اوكي. فممكن يكون التركيز إيه شويه. لا بجد والله قلت شمال غربي. والله يا ابني امال انت شمال شرقي وكنت بتتناقش معايا في ايه؟ انا كنت بقول لك ست قلت لي الشمال الغربي فانا قلت لك لا الشمال الشرقي لان شرقهم غربنا. ايوه انا قلت الشمال الشرقي. طيب لو انت قلت كده الشرق اوكي. اه انت قلت الشرقي مش الشرقي. اه فرقت صح فرقت. آه صح صح. بقول لكم انا مش اسمع هادي اسمع هور الهيبه ما تجيب المال بالصح تجيب تعيد الرجاله احكم الغربال غرب الغرب الليالي غربال واللي طاحوا ماشي رجاله وكلناهم شربناهم خرجوا لينا غوال. ده نفس اللي انا كنت بسمعه. غدر الصحاب نفس اللي انا كنت بسمعه والله العظيم تقريبا نفس الكونسيبت بتاع الاغنيه. غدر الصحاب يلا بينا. خد بقى ما هي الفلتره ما بتجيش غير في الصحاب. اه الراجل ده شبه مين؟ الراجل ده شبه مين؟ ايه ده شبه مين؟ شبه عارف مسلسل في بحجم العقيق بتاع ماجد الكدواني؟ اه شبه اللي هو الراجل ابو دقن اللي كان فاكر محمد سليم مراته اللي هي الضخمه اللي كان ليها جزء اخوها اللي كان بيتاجر مخدرات وبتاع راجل طويل اصلا بص ما تعرفش. ما علينا ما علينا مش موضوع ده بس انا عجبني راح بحب الكونسيبت ده. مره اسمع اللون ده كده في اه حد بيتكلم ده نظام نظام الشعبي اللي هو انا هديك حكم كده. ايوه بالظبط. حتى لو مش هتتغنى اه غربال اللي طاحوا ماشي رجاله وكلناهم شربناهم خرجوا لينا غوال احنا يلي فيقناهم نتعذب ليه كافلا غرب الغرب اللي يا غربان واللي طاحوا ماشي رجال وكلناهم شربناهم وخرجوا لينا غوال لك احنا اللي من اللي هو بتاعنا يعني عارف انت اللي هو بتاع البني ادمين ده حقيقي الاحاسيس الحاجات اللي بيبقى الواحد نفسه يقولها كده اللي هو لا واللحن اللحن يعني انا وداني في حته آه كده آه غريب. انا بالنسبه لي انا اول مره في حياتي اسمعها كده آه من المغرب يعني آه. انا مش عارف في ناس ممكن تحب البتاع ده وفي ناس ما تحبوش ما اعرفش الصراحه. انا عندكم ايه؟ اعتقد اللون ده جديد لا الطريقه دي جديده هو لون ذكوري شويه يعني ما اعرفش بس يعني معلش برضو احنا بقالنا معلش مع احترامي الشديد يعني احنا بقالنا سنتين ونص عمرنا ما سمعنا بالشكل ده انت فاهم اشعرت بسبب كده. احساسي ان ده جديد برضو بالنسبه للمستمعين في المغرب يعني. لا او ممكن يكون قديم قوي وبس يعني ما بقاش حد كتير بيغني فاهم اصل الشعبي انت عارفه ماشي بطريقه معينه وماشي بريتم معين وحتى طريقه الغنى والكلام بشكل ده بس معين. احنا خلي بالك احنا ما سمعناش شعبي في اللاين ده اللاين اللي هو اللي علاقه بغدر وصحاب والكلام ده. دايما بقول لهم يا جماعه ابعتوا لنا حاجه غدر الصحاب ما مش يعني المحبه عندكم ليفل الوحش كده ما سمعناش احنا اللاين ده قبل كده. احنا دايما الشعبي اللي بنسمعه فرايحي ويرقص وبتاع ما سمعناش الشعبي الحزين انت فاهم. بس خلينا نخش نسمع خلينا دخلني بس دخلني عشان الموضوع في القصه كبير دوس وماشي المزيكا اصلا كمان جت لا تي 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 دي بتاعه التسعينات دي مزمار احنا يا اللي فيقناهم نتعذب ليه كافله غرب الغرب اللي يا غربان واللي طاحوا ماشي رجال وكلناهم شربناهم وخرجوا لينا اهوال لك حنا اللي فيقناهم نتعذب ليه كافله نتعذب ليه كافله نسبي ناس
تمام نعدت العيد سيلة تقصف ليتي ملاكة ناس في ناس داخلة كل وجه عنده تأمل نعدت العيد سيلة تقصف ليتي ملاكة هان شبتنا وعرفناهم عرفنا قدرنا شحال وحنا اللي حل بداهم صوته يا انت فاهم انت الحته بتاعت واصل لمرحله حسرجه الشعب دي يا جماعه دي جميله تقصف ليتي ملاكان شبتنا وعرفناهم عرفنا قدرنا شحال وحنا اللي حل بداهم تعجب ليك يا فلان واحنا اللي حلبناهم نتعجب ليك يا فلان حلبناهم دي بمعنى ايه يعني بمعنى حلبناهم لوزع عندنا لا ما يعني كلمه زع عندنا صح اكيد بيساعدنا اه احنا اللي حلبناهم دي اللي احنا اللي لا ما عادي طب ما انت حلبتني مش معناها انك حلبتني معناها انك حلبتني انك يعني استنفستني وانت عندك بالبلدي بتقول كده يعني عندك في الارياف مثلا ده ده حلبني اسئله فمعناها ان هو جاب اخري في الاسئله يعني فضل يسالني لغايه لما خلاص لا لا, لا, يعني. ما لا بس هي كده مش موجهه بالطريقه اللي انت بتقولها ما هو ما هي الفكره احنا اللي حلبناه احنا اللي حلبناهم اه حلبناهم بقى يعني تعجب ليك يا فلان انا ما اعرفش حلبناهم الموضع بتاعها بالظبط ايه بس هي مفهومه يعني احنا اللي جملناهم احنا اللي اديناهم احنا اللي يعني علينا في مقامهم احنا اللي كده انت فاهم حلبنا قدرنا شحال وحنا اللي حل بداهم تحجب ليك يا فلان يلا بينا عرفنا قدرنا انت جامد يا عم عاد احنا اللي حليبناهم حليبناهم هو قالها كده بس يعني مكتوبه حلبناهم اللي هو احنا يعني حليب يعني الحليب طبعا بيت حاجه صافيه وبتاع مش عارف ايه انت فاهم انت رجعتها للحليب تاني ليه هي لا هي احنا اللي حليبناهم احنا اللي حليبناهم يعني احنا اللي جملناهم وصفناهم ده المعنى المعنوي اه ماشي هم شمتونا وعرفناهم وعرضنا قدرنا شحال حلبناهم تعجب ليك يا فلان الله غرب الغرب الليال غربال اللي طار ماشي رجال وكلناهم شربناهم وخرجوا لينا هوال يكحنا اللي علمناهم وضاروا علينا حوال غرب الغرب الليال غربال واللي طاحوا ماشي رجال وكلناهم شربناهم وخرجوا لينا هوال يكحنا اللي طيقناهم عيني ندي بشاملة فقطيع الراعي كي تنضر الوجبة كاملة هي اللي مسيبح في الفجر عيني ندي بشاملة فقطيع الراعي كي تنضر الوجبة كاملة هي اللي مسيبح في الفجر خلونا ملك دوب فعيلكم حياني كي خليه المجدومة لدومة شي براني وخلونا ملك دوف عيلكم أبا حياني وخليه المجدومة لدومة شي براني الله الله انا لما الواحد بيسمع حاجه جديده بيبقى موضوع حلو جدا ادرينالين 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 لا لا البتاع التراك ده اولا كاركتر اه يعني هو كاركتر الصراحه مختلف تماما عن اي حاجه سمعناها فكرش يمثل لا انا عجبني المزيكا مش متخيلين المزيكا حلوه ازاي وفيها تفاصيل كتير حلوه قوي يعني الكمانجات اللي موجودة دي يا جدعان وديتي في حتة تانية الفصلة والله بجد فصلة الكمانجات اللي في الاول خالص دي والمزمون خرجوا لينا غوال احنا يلي فيقناهم نتعجب ليك يا فلان
غربال. تحس ان يعني ميادة الحناوي هتدخل تغني انت فاهم، برجعني الحتة كده جميلة. وغرب الغربل دي جامدة جامدة، عجبني اللون الصراحة. اه عجبني اللون قوي. على فكرة احنا بنحب طريقة الكلام اللي هي بتاعت الشارع. لا 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 غدر الصحابي. هحط لكم حتة من الاغنية اللي معلقة معاه الايام دي اصلا عشان تعرفوا ان هو هي المزيكا كده يعني انت فاهم، بتعجب بحاجة. الله لا 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 مش مهم هي ايه ومش مهم الاصوات اللي طالعة منها، انت بتعجب بالحاجة دي على بعضها كده. باكيت جو جميلة. باكيت آه جو جميلة قوي جميلة قوي قوي يعني. انا نفسي مبسوط. آه. تمام. اولا عشان احنا سمعنا حاجه ما سمعناهاش قبل كده، ده والاثنين الفنانين اول مره يبقوا عندنا في القناه، فدي حاجه في حد ذاتها بتبقى حلوه، بيبقى فيه ادرينالين كده فعلا لما بنيجي تخش دخلك جديده. والراجل ده كاريزما فعلا. الراجل ده كاريزما كاريزما. وعندي سؤال بسيط، ما يمثلش؟ انا شايفه يمثل. اه ده حقيقي. كاركتر كاركتر. مع ان الفيديو كليب بسيط. مغازي ايه؟ مغازي مغازي مغازي. الممثل اللي في حجم عائلي، في الحجم عائلي اسمه مغازي. مش فاكر ازاي يا ابني مغازي، انا فاكر الاسم يا جدع. انت مغازي حجم عائلي ده كاركتر يا ابني، ملوش زي ما اسموش مغازي. ايوه هو اصلا ما كانش مسلسل اسمه حجم عائلي، اسمه ايه؟ موضوع عائلي. موضوع عائلي. موضوع عائلي صح؟ بتاع مين؟ ايوه هو موضوع عائلي بتاع مين؟ بتاع ماجد الكدواني يا ابني. لا وانا غلطت في الاسم. خلاص عرفت 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 عرفت. شبهه بالظبط شبهه بالظبط. هو اصلا ده بس ده مش مصري سوري تقريبا. او سوري او لبناني حاجه كده. ده حقيقي. ده حقيقي شبهه قوي. ده حقيقي. قشطه يا جدعان. هذه كانت حلقه الليله من برنامجكم بلاك اند وايت. كان معكم مستر دادي شبي. سلام.